يا زينب، أكيد، وبما أنه نحن دائما سباقين، المرأة بسوريا سباقة بكل صحيح. المجالات، مع أفضل لاعبة كرة سلة عربية العام 89، منها العضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، لتكون أول رئيسة تحرير لصحيفة رياضية متخصصة بتاريخ الإعلام السوري. اليوم مع العيون اللي عم تترقب مباراة الإياب اللي عم بيخوضها المنتخب السوري ضد نظيره الأسترالي، رح تكون الرياضية طبعا معنا سلامة علاوي لتطلعنا على توقعاتها وأيضا رؤيتها الرياضية بشأن مباراة اليوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح النور، يسعد صباحك ست أهلين، سلام، صباح وأهلا النور، وسهلا فيك. صباح الأمل التفاؤل والأمل والتفاؤل. والنصر إن شاء الله. إن إن شاء شاء الله إن الله شاء الله إن شاء الله ست سلام. خلينا نحكي، يمكن يعني كثير من الإعلام تداول خلال يمكن المباريات، تداول اللعب الرائع لمنتخبنا مع الحارس كمان إبراهيم عالمي. خلينا نحكي يمكن كيف الصحافة عم تتداول المباراة، عم تتداول الفوز وعم تتداول التوقعات أيضا لليوم. هلا الحقيقة أول فترة ما كانت كثير عم تتداول الصحف، يعني نعم. كانت ما عرفانة إنه في منتخب عنا رائع بالفعل. من فترة بسيطة عرفت إنه هيدا المنتخب هو منتخب مهم، وبالفعل يعني بآخر شوط لعبه مع أستراليا هو منتخب شوط تاريخي لعبه، ونحن كلنا من بعد هيدا الشوط تأملنا كثير منه، والعالم كله وراه، يمكن اكثر ما يكون هلا ما عاد في برشلونه وريال مدريد، صار في سوريا. صحيح. سوريا 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 قاسم. وبس هلا الطفل الصغير والكبير والاعلام والدراما والتلفزيونات والاغاني ورقم والفن واحد كله بسوريا، ونحن بنتمنى ان شاء الله الاعلام واشخاص وامهات وجنود حتى سوريين، لان الجنود السوريين اللي مواكبين نحن، حتى منتخبنا مواكب انتصارات جنودنا، حتى الجنود السوريين ناطرين هيدا الفرحة اللي هي اليوم، معتبرينها أنه هي فرحتهم. أكيد، يعني مثل ما قلتي يمكن كان في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي من طبعا جيشنا العربي السوري كاتبين 23 مليون، نحن معكم كمان مع السوريين ناطرين الفوز لمنتخبنا. يعني حضرتك كرئيسة التحرير ناطقة باسم الاتحاد الرياضي، كيف واكبتوا أيضا إنجازات المنتخب السوري خلال المباريات اللي خاضها؟ نحن كنا من زمان مواكبين ومتأكدين أنه رح يعمل شيء منتخبنا، خاصة المنسقين الصحفيين عندي هن منسقين للمنتخبات الوطنية اللي يعني كنتوا متوقعين يوصل، كنا متوقعين هيدا الموضوع، يعني ونحن كنا عم نمشي صحيح بصعوبة بس بخطوات واثقة ماشي حال، يعني صرنا 4 مرات محطات قوية عم تجينا، وهي اليوم محطة قوية ويمكن بعدين تكون محطة قوية، بس نحن عم نخرج منها بطريقة حلوة. نحن كنا مواكبين بصحيفة الاتحاد هيدا الإنجاز ومتأكدين منه، ونحن دائما متفائلين بالنصر بجريدتنا ولشبابنا الحلوين ولحارسنا المتألق العالمي، وحتى لحكيمنا أيمن الحكيم اللي عم نحسه مرة عن مرة عم يؤدي دور كتير حلو وطني ومخلص، ونتمنى له التوفيق فيه إن شاء الله يا رب. يمكن فريقنا، مو يمكن، أكيد يمكن أكيد عم يلعب مع فرق يمكن عندها صح لها فرص مهمة، دللت كتير، مو مثل فريقنا، فريقنا يمكن شوي انظلم بفترات ما. اليوم هالمجهود الكتير مهم يلي عم يأديه، اليوم التفاعل، اليوم الضربات يلي عم يحققها بالأهداف، قديش بتعطي يمكن دافع يمكن كصحفية بالاتحاد الرياضي أو كناطقة بالاتحاد الرياضي كدعم لبعدين أنه يصير الاهتمام، يصير يمكن كل شيء لمنتخبنا؟ هلا انا من مجالي الاول كرياضيه قبل ما اكون اعلاميه، انا بحس انه الرياضه هي رقم واحد، وهي اللي بتوصل صوتك اسرع شيء لبرا، لاي شيء بدك انت تطلقيه، يعني الرياضه هي اهم شيء بالدنيا لتوصلي صوتك، بعدين بيجي في مجالات كمان حلوه، بس انه الرياضه هي رقم واحد لترفعي فيها العالم السوري ليشوفوكي، هي رقم واحد. أكيد. نحن بسوريا سنين الحرب، الأزمة اللي مرينا فيها 7 سنين متواصلة، حسن هالفريق يأقلم حاله عبر طرفين، الطرف الأول الشغل داخل البلد
عبر الشباب اللي كانت موجودة واستمرارية فيها، والشغل الثاني هي الشغل الأهم اللي كانوا شغل المحترفين اللي برات البلد اللي ضلوا عم يتمرنوا، اللي ضلوا بأندية مهمة عم يلعبوا فيها. بس صار الوقت المهم اندمج الفريق مع بعضه بين الموجودين داخل البلد والموجودين خارج البلد. كان بقيان شوي صغيرة ليتأقلموا مع بعضهم عبر مباريات، ما صحت لنا كثير لأنه نحن عندنا فيتو علينا، يعني ممنوع السفر، ممنوع الروحة، ممنوع الفياز، ممنوع حتى التطليع، ممنوع الانبساط، يعني حتى ممنوع تنبسطي، يعني ببل ممنوع عليك أي شيء. لذلك نحن فرضنا نفسنا وفرضنا حالنا. وهلأ برا أنا بتصور أنه مو بس نحن عم نحكي، كل برا عم تحكي، يعني إذا بيكون ابن زين الدين زيدان اللي سمعنا قال، ولا كل العالم عم يحكي عن المنتخب، والمخرجين ولا صحفيين ولا كله عم يحكي انه سوريا فرضت نفسها. اذا نحن فينا نفرض نفسنا عبر الرياضه السوريه، والرياضه السوريه كثير مهمه وكثير مهم، ولازم تضل عم تندعم، لازم تضل، لا لازم نعرف انه هي مهمه، لذلك لازم ندعمها اكثر بمليون مرة من مدعمينا هلا. اكيد يمكن مثل ما قلتي بوقت كل العالم عم بيحاربنا بهالسبع سنين بكافة المجالات الرياضية الثقافية الاقتصادية والسياسية، لقينا في كثير من المواهب الشابة لمعت بكل المجالات، وصلت للمنابر الدولية بجهدها رغم وضع طبعا العصي امام بطريقة خاصة المنتخب السوري اليوم، يعني بالرغم من كل مثل ما قلتي العقوبات اللي عم تطال الرياضة بسوريا، لكنه وصل. اليوم ما انت امرأة لاعبة كرة سلة، بالرغم من انه كل التقييد اللي كان بالمجتمع او كل الاشارات الاستفهام اللي كانت تحيط بهذا المجال للمرأة، شو بتقولي بينما في دول تانية يمكن بتحلم انه تاخذ المرأة ابسط حقوقها؟ اليوم المرأة بسوريا هي رياضية وهي صحفية وهي عم تلعب بكل دورها على اكمل وجه. ذاتها على اكمل وجه، صحيح. هلا سوريا دائما سباقه مجال المراه من زمان مو من هلا، بس في عندها شيء بالمجتمع كمان ضاغطه للمراه، يعني ما انا اخذه طبيعتها تمام. انا من جهتي بالقسم اللي انا فيه كنت مدعومه من الاهل ومن المجتمع ومن كل شيء حتى وصلت لهي المرحله. انا بشوف سوريا دائما تدعم المراه، بس هي بدها تدعم حالها، هي بدها تكون قويه، عرفاني وين بدها تروح، راسمه خطتها، راسمه خطواتها مزبوط توصل. اما في مراه مثلا ما بدها، يعني خجوله، ما بدها تقول هذا عم يحاربني او هذا الشاب عم يحاربني او هذا المجتمع عم يحاربني، ما راح توصل. المجتمع السوري مجتمع بيتقبل المراه بس على اساس انه تكون قويه وقتحالها وعرفانه شو بدها. نعم اكيد ست سلام، نحن رح نتابع حديثنا معك، ولكن خلينا ننتقل لمحافظه السويداء ونتابع مع بعض كلمات من اهلنا بالسويداء لمنتخبنا. بيمثل وطننا نحن معه باي ميدان. منتخبنا السوري مثل الجيش العربي السوري، كلنا ثقه بنسور قاسيون، الله ينصرهم. وشكرا للفرحه اللي عم يزرعوها في قلوب كل بيت. نسور قاسيون انتم املنا، املنا فيكم كبير، تحيه لكم من نص حلب. ويرفع رايه سوريا وتظل سوريا منتصره، ونحن منصورين وبدا يفوزوا ان شاء الله. ثقتنا كبيره بنسور قاسيون وان شاء الله بنفوز. الله يعطيكم العافيه وكلياتنا معكم. لسوريا قلوب تنفق، سيبقى المنتخب السوري موجود.
اكيد زينب بدنا نوجه تحيه لكل اكيد السوريين يلي حاطين املهم ودقات قلوبهم موحده لحتى يدعموا المنتخب السوري والنسور قاسيون، ومتابعين اكيد مع السيده سلام. ست سلام، كنا يمكن عم نتطرق لموضوع الرياضه السوريه، عم نحكي عن اهميه الرياضه السوريه، خلينا نحكي كمان قديش اهميتها بادخالها بالشكل الصحيح للمدارس، يعني كمان بنحس انه حصة الرياضة هي حصة فراغ، خلينا نحكي قديش كل ولد لازم من هو وصغير هو يتعلم الرياضة الصحيحة اللي بتليق فيه وبليونة جسمه. نعم. هيدا الحكي كثير اللي عم تحكيه حكي هو اللي لازم يصير، هذا الحكي المنطقي، لأنه إذا بنتفرج على المدارس بسوريا بنلاقي جغرافيتها متوضعة بكل سوريا، بكل حي، بكل مكان. يعني انت عندك مثلا 10,000 مدرسه، عندك 5 انديه، فتصوري قديش العدد. ممكن انه انت اذا اشتغلتي على الرياضه المدرسيه بالطريقه والاستراتيجيه الصحيحه، قديش ممكن انت تخلقي قاعده رياضيه حلوه منها تنطلق للانديه وللاختصاصات اللي ممكن تكون بالانديه. لذلك نحن مفروض نبلش من المدارس، مو بهي الطريقه. مثلا انا عم شوف ممكن يكون عم يحاولوا يعملوا رياضة مدرسية، بس مو هي الرياضة المدرسية اللي احنا بنتأملها. الرياضة المدرسية لازم تكون رياضة عام، بيطلع اللاعب على النادي توافق العضلي العصبي موجود. صحيح. الموهبة موجودة. صحيح. بتشوفيه انت طويل قصير، هذا بمصارعة، هيدا ملاكمة، هذا رفع أثقال، هذا سلة، كله لازم تكوني شايفتيه من هو وصغير. هون مو موجود هذا الحكي للأسف. عم نستعيد عن الرياضه المركزيه اما بمراكز تدريبيه اما بانديه او بشغلات ثانيه مانا صحيحه. انا بحيي كل اللي بيشتغل بالرياضه، انا ما عم اقول انه نحن ما عنا، بس عم اقول انه استراتيجيتنا ممكن تكون احسن من هيك بكثير. صحيح. طريقه التعامل بالمدارس لنخلق قاعده رياضيه، لنخلق رياضي، بتكون غير هالطريقه. ان شاء الله يا رب. أكيد. صوتك يوصل، يعني الرياضه والموسيقى هن يمكن من اهم الاسس الصحيحه. نعم. لبناء جيل صحيح بجانب العلم طبعا. نعم. اكيد. انا بدي اختم معك بكلمه بتحبي توجهيها لمنتخبنا السوري اليوم، اكيد كل كلمه يمكن عم تعطيهم كمان دعم معنوي كبير من كل سوري. هلا انا بقول لهم من زمان عم اقول لهم ولهلا بقول لهم، اول شيء قلبنا عم يطرق كلياتنا، نحن ضاغطينكم كثير كثير، ونحن بنعرف قديش الشعب السوري ضاغطكم بطريقه كثير كبيره، ولكن انتم بنعرف قديش عندكم خبره وقديش عندكم حب لهذا البلد وحب لهالاشخاص كلها اللي من صغير للكبير ناطركم اليوم وواقف بس لربح انتم ممكن تعملوا فيه فرحه عامه، مهرجان كبير بسوريا بيكون هو خطوه لسه لخطوه ثانيه جايه لبعدين. نتمنى لكم التوفيق، حارسنا العالمي بنتمنى له التوفيق. ان شاء الله اليوم اذا تعادلنا وصدف انه تعادلنا تكون انت السبب الرئيسي بانه نحن نربح ونجيب اللعبه، وان شاء الله ايمن الحكيم يكون عنده الحكمه اللازمه اليوم للتبديل ولا وضع اللاعبين باماكنهم المناسبه. وبنتمنى لكل اللاعبين اللي بنعرف اليوم عنا كثير بالدفاع وبالهجوم، عنا كثير المباراه صعبه اليوم، عنا كثير غيابات بالدفاع. صح. وبالهجوم بنتمنى لهم كل التوفيق. كل التوفيق. وبنقول لكم كلكم انه احنا كلنا بنحبكم وان شاء الله بدنا ننتصر. وشو ما كانت النتيجه نحن بنضل بنحبكم. شو ما كانت النتيجه نحن بنحبكم ورح ننتصر. اكيد ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك.